الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، لو سالم بيكم في كل مكان. حلقة مهمة وحلقة ضرب نار أكيد مع التطورات المتلاحقة ساعة بساعة في مباراة الأهلي والهلال السوداني، ونتكلم ونرد فيها عن محاولات مثيري الفتن هنا وهناك بين الأهلي والهلال السوداني في المباراة اللي تقام غدا بإذن الرحمن. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. نخش على طول على أول فقرة. عزيزي المشاهد، الإعلام الجميل عندنا في البرامج الرياضية وما أكثرها بيروا أن بيتسو موسيماني الحاصل على 2 دوري أبطال أفريقيا و2 سوبر أفريقي و2 برونزية كأس عالم أندية وبطولة كأس مصر بيرون أن موسيماني مدرب فاشل، في حين أن السيد باتريس كارتيرو اللي حقق بطولة دوري يتيمة بمساعدة ومعاونة من حكام الاحتواء ومسؤولي الاتحاد وقتها بيروا أنه أفضل من موسيماني بمراحل. الأرقام دايما ما بتكدبش والقطنة ما بتكدبش، الأرقام واقع ملموس. كارتيرون في فترته التانية بعد هروبه في المرة الأولى مع الزمالك لعب 43 مباراة، في 43 مباراة خسر باتريس كارتيرون 7 ماتشات. 7 مرات بيخسر باتريس كارتيرو المدير الفني لنادي الزمالك في 43 مباراة. النادي الأهلي مع السيد بيتسو موسيماني المدرب الفاشل من وجهة نظر برامجنا الرياضية، واللي لازم يمشي لأنه لا يليق بحجم نادي كبير زي النادي الأهلي مدرب زي موسيماني. الأهلي محتاج واحد زي الديك الفرنسي أبو شعر أصفر وعينين خضرة ووضع بيضاني وحليوة واخد بالك وبيلبس بلطو، ده هو اللي يليق بالنادي الأهلي. موسيماني في 83 مباراة، كارتيرون في 43 خسر 7 ماتشات. موسيماني في 83 مباراة يعني أزيد من كارتيرون 40 مباراة بدون مساندة الحكام والكلام لهبل ده، لا هو نفس عدد الخسائر اللي خسرها كارتيرون. يعني معنى كده المفروض نسبة وتناسب إن موسيماني يكون خسران 13 مباراة أو 14 مباراة بدلا من 7 مباريات. عشان أوري لك بس إن اللي عندنا في البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية ما بيقارنوش أو بيحكموا على المدرب إلا بالأهواء الشخصية والأغراض الدنيئة، بيبقى كل واحد لديه غرض دنيء عايز يحققه لمصلحة شخصية في المقام الأول. العجوز المتصابي بتاع البوكسرات، بتاع اعلانات البوكسرات، بتاع الدرابوكا ملك الشلابوكا، بتاع الدرابوكا شايف ان بطولة كاس العالم للاندية بطولة لا قيمة لها على الاطلاق، وان بطولة كاس العالم للاندية ما هي الا بطولة استعراضية وبطولة غير رسمية ولا يليق ان هذه البطولة يطلق عليها كأس العالم للأندية لانها ما بتضمش اكبر أندية في العالم، لا دي بتضم ابطال القارات فقط، فكان يجب علينا ان نسميها بطولة القارات وليست بطولة كأس العالم للأندية. سبحان الله، البطولة اللي بتتكون من 4 فرق منهم 2 مراكز شباب، مراكز الشباب بنسميها كاس عالم للأندية في كرة السلة، وبيبصم عليها العجوز المتصابي بتاع البوكسرات بيبصم عليها بالعشرة ان دي كاس عالم للأندية لكرة السلة. ليه بيه؟ لان الزمالك بيشارك فيها. والله لو جابوا أندية من الشوارع من تحت الكوبري من تحت بير السلم اسمها كاس عالم للأندية لان الزمالك بيشارك فيها. اما ان النادي الاهلي يحقق نجاح في بطولة بحجم كاس العالم للأندية ليها الرعاة بتوعها، ليها الصدى العالمي والصحف العالمية كلها مهتمة بيها، لا لا لا، دي المفروض ما نسميهاش كاس عالم للأندية، دي المفروض نسميها كأس التعريض للأندية. اصل العجوز المتصابي ده راجل معرضات كبير، شاب، وفي مقولة بتقول من شاب على شيء شاب عليه، اهو العجوز المتصابي ده اتربع التعريض، هو ما يعرفش يطلع غير معرضات كبير. فالنهارده شايف ان بطوله بحجم كاس العالم للانديه دي ملهاش قيمه،
والمفروض تتسمى كاس القارات لان الاهلي خد البرونزيه بتاعتها. اما البطوله اللي مجمع منها 2 مراكز شباب، مركز شباب في ايطاليا ومركز شباب في امريكا، وجايب بطل امريكا الجنوبيه وبطل قاره افريقيا، جمعتهم مع بعض، دي اسمها كاس عالم للانديه. وطبعا كاس الرابطه دي اعلى من كاس العالم للانديه. الاخ بلال علام معلق، هو معلق جامد يعني. الاخ بلال علام شايف ان بيراميدز اصبح بطل الدوري واصبح متصدر الدوري. نادي الاهلي فاضله مباريات اقل او لعب مباريات اقل من بيراميدز، فالطبيعي النادي الاهلي له مباريات اكتر فضله، بيراميدز لعب اكتر، الطبيعي ان بيراميدز يتصدر. المفروض لو انا بتعامل مع معلق مهني بيحترم مهنته بيحترم نفسه في المقام الاول، المفروض لما يجي يقول نادي متصدر يقول نادي متصدر مؤقتا، لان بطبيعه الحال النادي ده لاعب مباريات عددها اكتر، فالطبيعي انه يتصدر، ولكن هذا التصدر هو تصدر مؤقت. لكن لان عندنا عدد كبير من المعلقين بيحبوا يكبروا ويفخموا في نادي بيراميدز على الفاضي والمليان، فقال لك بيراميدز يتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز. طيب تعال نروح لأزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني. أنا عايز أسأل سؤال، اشمعنا البرامج الرياضية عندنا في كل القنوات لما بيجي ماتشات أفريقيا بنلاقيهم بيتكلبوا بيتسرعوا ان هم يعملوا مداخلات هاتفيه مع مسؤول الانديه اللي هتلعب النادي الاهلي، لكن مسؤول الانديه اللي هتلعب الزمالك او بيراميدز او غيره محدش بيجيبه؟ ليه دايما مقدمي البرامج لما بيعملوا مداخلات مع مسؤول الانديه المنافسه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا بيحاولوا ان هم يشعللوا الامور، يحاولوا ان هم يؤججوا نار الفتن بين الاهلي وبين الفريق اللي هيلعب؟ حصل ده بقالنا 3 سنين 4 سنين متابعين الاعلام، والحمد لله الواحد يعني متداخل شوية وعارف امور في الكواليس. فليه نهاردة السنة اللي فاتت واللي قبلها رحتوا جبتوا فيتا كلوب ولازم تكسبوا، وازاي ما تكسبوش الاهلي وانتوا قدها وقدود وتكسبوا الاهلي، والمباراة دي الاهلي لو خسر الماتش ده كان الاهلي تلعب بره البطولة اصلا، كانش ضامن التأهل من دور المجموعات. لقينا الاخ ابراهيم مجانس راح مستضيف المدير الفني بتاع فيتا كلوب وقتها وقعد يسخن في الموضوع، وانت تقدر وانت قادر انك تكسب الاهلي وفرقتك جامدة وصدق نفسك، هتثق في نفسك وتثق في لعبتك تلاقي نفسك كسبان النادي الاهلي. تكرر الامر بالامس واول امس. اول امس وجدنا ميدو بيستضيف مدير فني جواو موتا، ابو موتا بتاع السودان بتاع الهلال السوداني، قال له ثق في نفسك يا جواو، انت تقدر تكسب الاهلي، الاهلي فريق سهل، احنا هنا الزمالك بيخسر منه بال5 وال6، انت تقدر تكسبه، ثق في نفسك كده وارجوك حاول تكسب الاهلي. امبارح خرج علينا مهيب اللبيب صاحب العقل الزبيب، استضاف المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني، واللي في اول المداخلة قال لك بسم الله الرحمن الرحيم انا زملكاوي. يا عم زملكاوي اسماعيلاوي بيراميدزاوي حاجة ما تخصناش، شجع ما شئت يا رجل، يكش تشجع بني عبيد محدش يقول لك حاجة، انا مالي انت زملكاوي ولا غير زملكاوي؟ قال لك لا انا زملكاوي في الاول، وعايز اقول لكم ان الاهلي بيتجامل من الاتحاد الافريقي وان ده مش عدل وان دي ازمة مصر بتتدخل فيها عشان هي صاحبة المقر وي وي وي. وطبعا الاخ اللبيب ابو عقل بالزبيب قاعد بيستمع ويضحك وخلاص، لا دافع عن اسم مصر وسمعة مصر ولا دافع عن حق النادي الاهلي ولا لا لا لا، ده مبسوط اولا ان المتحدث الرسمي المعتوه بيدعي انه زملكاوي، انا مش دعوه زملكاوي ولا مش زملكاوي، يكش يولع انا مالي، انا ليا علاقه انك مذيع سامع شخص بيغلط في بلدك وبيغلط في نادي بتاع بلدك وانت قاعد مبسوط ومتشنكح
وقاعد على الكرسي ابو سوست عمال يطلعك وينزلك على السوسته. الاخ المتحدث الرسمي لف القنوات المصريه امبارح يهين في النادي الاهلي ويتجاوز في حق النادي الاهلي، وللاسف الشديد بيطالب بنقل مقر الكاف وهو بيتكلم على في برنامج المذيع اللي فيه مصر. وفرحنا بس ان هو زملكاوي. النهارده السلطات الأمنية في السودان يا جماعة الموضوع كبير وأخطر من أهلي وكاف والكلام ده كله. أي واحد يطلع يقولك أصل الأهلي مسيطر على الكاف بالعقلية البيضة ومخطين حمر، ده راجل معتوه، ده راجل، ده إذا كان راجل أصلا يعني. ليه؟ الموضوع بعيد تماما عن كرة القدم. في المران الأخير لنادي الهلال السلطات الأمنية في السودان، الأمن السوداني فتحوا المدرجات للجماهير. اليولو ليونز الاسود الزرقاء، هم عندهم كده زي ما احنا عندنا التالتة شمال والالتراس والوايت نايتس، وهم عندهم البلو ليونز الاسود الزرقاء، دخلوا المدرجات وهتافات واهازيج ثورية وسياسية وشتايم وهتافات ضد مصر. انت متخيل؟ عشان بس الموضوع بس ايه، هتلاقي النهاردة ناس اعلاميين وناس كبار على السوشيال ميديا بيجروا وراهم القطيع اللي هو اللي بلد فيه بتاع القطيع الابيض ابو خطين حمر، هيقول لك بص شايف الاهلي بيعملوه ازاي في افريقيا؟ عشان الاهلي مكروه، اصل الاهلي الناس كلها بتكرهه، هو احنا ليه ما بيتعملش معانا كده؟ ما هو يا معتوه لو عرفت السبب بطل العجب. السبب في الغاء حضور جماهير الهلال غدا هو سبب امني في المقام الاول. السبب يا مصطفى، ناس النهاردة طبعا انتوا عارفين قضية حلايب وشلاتين والكلام ده كله، ناس النهاردة في الملعب بتاعهم قعدوا يشتموا على مصر وهتافات مسيئة لمصر. الامن ما ينفعش ماتش زي بتاع الهلال هيكون فيه 15,000 مشجع هيقودهم البلوزيفت بتوعهم دول، واخد بالك، في ماتش متزاع على العالم كله يطلعوا يشتموا في مصر، والمفروض مصر والسودان أشقاء، شعب واحد ونيل واحد ويعني مصير واحد زي ما بيقولوا. فالأمن السوداني بعد ما وصل خطاب بموافقة الكاف على حضور الجماهير، الأمن السوداني طلب من الكاف بعد إذنكم ممنوع حضور الجماهير حرصا على المباراة وخوفا من حدوث أحداث شغب خلال أو بعد المباراة. لأن خلي بالك في بعض برضو بعض القوى السياسية الخبيثة، قوى الشر، عايزة تعمل مجزرة. ما خلي بالك يعني موضوع شهدائنا، شهداء النادي الأهلي في ماتش المصري كانت البداية برضو بدايتها شرارة، مستعظم النار أو معظم النار من مستصغر الشرر، أقل شرارة أنت ممكن تستهين بيها وتستقل بيها إيه حتة شرارة ملاش لازمة، دي ممكن تولع الدنيا. آه صحيح، موضوع بورسعيد بدأ إيه؟ بدأ بشوية كومنتات هنا على كومنتات هنا، فده يرد على ده وده يرد على ده، طب هنستناكوا، طب هنقتلكوا، طب ما تجوش، طب مش عارف ايه، وحصلت المجزرة. فانت النهاردة الموضوع مش مستصغر شرر، ده يعني حاجة كبيرة ان انت في التدريبات النهاردة الجماهير هتافات مسيئة، اسلحة بيضاء موجودة مع الجماهير. فانت النهاردة تخيل انت بقى الامن وقت ما كانت السودان سودان والدولة واقفة على رجليها قدروا يسيطروا في 2020 على الموقف بصعوبة بالغة، دلوقتي مش قادرين يعملوا حاجة، مش قادرين يعملوا حاجة. فقال لك لا، بدل ما تحصل كارثة لفي لعبة النادي الاهلي في الملعب، تخيل انت النهاردة 5-6-7 موتورين، 2-3 موتورين نزلوا من المدرجات باسلحة بيضاء للعبة الاهلي، ده غزل لاعب، غزل كده مش عارف ايه، الجمهور نفسه اول ما يشوف 2-3 جريوا الكل هينزل. ما هو الموضوع مش فكرة ان انت كله هينزل مرة واحدة، لا، هو بس 2-3 يجروا يتخانقوا هتلاقي 15,000 اللي في المدرجات كله هينزل في الملعب من غير بقى اسلحة بيضاء ولا بتاع ده. انت لو 15,000 دول جريوا ورا بتوع النادي الاهلي في الملعب هيدوسوا عليهم، 15,000 تعالى يعني 15,000 قصاد 11 واحد، يعني كل واحد عليه 1000 واحد، فالموضوع كبير. وللأسف الشديد إخواتنا البعدة سواء كان المتخلفين المعاتيه اللي بيتصدروا المشهد
او الاخ اللي نزل لي بالبيان بتاع اتحاد الكوره يقول لك احنا اللي بابا ماما انا ذكر قوي، انا ذكر، انا اتحاد الكوره الجامد قوي، عملت ايه يا ابني؟ انا اللي خليت الماتش يتلعب من غير جمهور. يعني انت بتسخن الموضوع اكتر واكتر واكتر على النادي الاهلي بدل ما تكتم خالص. انت مالكش اي دور، انت شغلتك على المدفع بورروم. يعني دلوقتي مين اللي محطوط في الخيه؟ الناس الكبار. دلوقتي جهود دبلوماسيه على اعلى المستويات للحفاظ وتامين بعثه النادي الاهلي بعد المباراه بكره وقبل المباراه لحد ما يرجعوا سلام الى مصر. اتصالات على اعلى المستويات زي ما بقول لك كده، ايه يعملها العيال الصغيره وبيقع فيها الكبار. الكبار مش عايزين الدنيا تقع، مش عايزين تحصل مصيبه بكره. فاتصالات على اعلى المستويات والجهه الدبلوماسيه لينا عندنا وهناك في السودان السفير حسام عيسى، واتصالات على اعلى المستويات من اجل تامين بعثه النادي الاهلي. طبعا الهلال بيطالب الكاف بتعويض نص مليون دولار على عدم حضور الجماهير في ماتش بكره. النهارده خرج علينا ابو لمعه الجرجيري، هذا المعتوه الاخر، والله احنا واقعين مع شويه معتيه، احنا لينا الجنه. قال لك ايه ابو لمعه الجرجيري؟ قال لك فريق الهلال في ماتش المركز الثالث والرابع ما جاش الماتش اصلا. الاهلي حظه حلو، الهلال ما جاش، الاهلي كان بيلعب نفسه وكسب اربعه عشان كان بيلعب نفسه. والزمالك لو لعب في كاس العالم للانديه دي هتبقى اهم بطوله. لكن طول ما الزمالك ما بيلعبش عمرها ما هتبقى بطوله قويه. عايز اقول لابو لمعه الجرجيري هذا المعتوه الاراجوز، الهلال النهارده يا جماعه كان بيلعب مع الشباب السعودي. الشباب فرقه محترمه. تخيل الشوط الاول انتهى كام؟ 4-0 لصالح الهلال السعودي. كلوهم وكل وكل، والله كلوهم وكل. ويطلع واحد متخلف اراجوز يقول لك اصل الهلال ما جاش ماتش النادي الاهلي. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.